الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مش عشان انا يعني بقول لكش تعمل لايك او تعمل سبسكرايب فانت بتعدي كده وتنفط، ولا بتعمل لايك ولا بتعمل سبسكرايب يعني الفيديو يعدي 1000 ومع ذلك ما لقيش حد عمل لايك غير 6 او 7 اللي هو يا اسطى في ايه؟ طيب ما تعمل لايك او حتى تعمل ديسلايك، قول لي دم امك تقيل ما تعملش فيديوهات ثانيه، او شجعني وقول لي واصل واستمر واي حاجه حلوه كده يا صديقي. هنتكلم على الاخبار المتداوله في الرياضه المصريه وهي تاجيل القمه اللي هو اتفاجئنا بصراحه يعني بذمتك كلنا مش بعد مباراه الزمالك والغزاله اللي تشادي ما تاجلت او الغزاله انسحب، انت ما كنتش عارف من جوه نفسك ان ماتش الاهلي والزمالك مش هيتلعب؟ لو مش عارف يبقى انت معلش تجديد معانا في الرياضه المصريه. الدنيا بالنسبه لنا معروفه، يقول لك اشمعنى الزمالك ريح والاهلي ما ريحش، غير كده كده ماتشات الاهلي والزمالك ما بتبداش بيها في الدوري، دي حاجه معروفه. ماتشات الاهلي والزمالك دايما كده ترميها اخر اسبوعين ثلاثه في الدور الاول او الدور الثاني عشان يكون الخريطه بتاع المنافسه بانت والدنيا تكون بانت. انما نحط اهلي والزمالك دلوقتي وعندنا اتحاد كوره جديد ولسه كابتن احمد مجاهد بيدفي الكرسي، صعبه جدا انك تلعب بقى الزمالك دلوقتي. احنا نشتغل بعض يا جماعه، احنا عايشين في البلد دي بقالنا كتير، ما بطلوا تشتغلونا. يقول لك جمهور الاهلي والزمالك معترضين على التاجيل، لا هو فعلا جمهور الاهلي والزمالك هو المعترضين على التاجيل، بس هو القرار متاخد عشان كده لا مؤاخذه، عشان خاطر احنا نفضل نتكلم في الموضوع وننسى حاجات تانية. يا جماعه بطلوا اشتغالات بقى، ارحموا ابونا. والنقطه الثانيه وهي نقطه اجتماع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي مع فرجاني ساسي من مناقشه التجديد. بص عشان ما اضحكش عليك، تلات ارباع الكلام اللي طلع دلوقتي ان الدوله بتحارب الزمالك. وش كده، واغلب الزمالكاويه مقتنعين ان الدوله فعلا بتحارب النادي. كل اللي بيقول لك مش مشكلتنا مع مرتضى منصور، مشكلتنا في التوقيت اللي مشيت فيه مرتضى منصور، في لعيبه محتاجه تجدد، في لعيبه ما خدتش المستحقات بتاع السنه اللي فاتت، في حاجات كتيره جدا جوه النادي كان مرتضى اولى ان هو يقعد شهرين ثلاثه وبعد كده مشيه. ما تجيش انت دلوقتي تمشي لي رئاسه المشار وتعمل لي لجنه جديده برئاسه المشار احمد البكري، لاول ما الراجل بيتعين في نادي الزمالك الراجل بيصيب بالفيروس ويتوفاه الله، وفجاه بتلاقي ان النادي ما فيهوش مجلس اداره. يا طب دلوقتي لقيت نفسك عندك مشكله، مين اللي هيقعد مع اللعيبه ويتفاوضوا على التجديد؟ فرجاني مشكله كبيره جدا لو فرجاني مشي دلوقتي وراح مثلا النادي الاهلي. سي يعني الناس كلها تقول لك بس كده بقت زنه وملكي الناس دي بتحارب النادي. فالدكتور اشرف صبحي قال لك احنا رايحين نجيب فرجاني وانا كده كده راجل زملكاوي ونحاول ان احنا نوسط الامور ونبسطها. المشكله كلها في التسريب الاعلامي للخبر اللي هو فرجاني راح اجتمع مع وزير الشباب والرياضه عشان خاطر يتفقوا على بنود التعاقد، اللي هو ايه؟ مفيش حاجه بتحصل سر في البلد دي، كله دلوقتي بقى الميديا واخد حريه ان هو ينشر اي حاجه واي حاجه بقت بتتقال. ايه يا جماعه يعني جت على دي وبقت من اسرار؟ في ايه يا جماعه؟ ما ترحمونا يا جماعه، ما كانت بتعدي. ونفس كده تقول لك ده كده مش وزير لكل الانديه، اللي هو على اساس ان اللي قبله ولا اللي قبل قبله كان وزراء لكل الانديه. بص عشان ما اضحكش عليك، حتى لو انت زملكاوي بتمسك منصب كبير في الرياضه المصريه سواء اتحاد كوره او وزاره الشباب والرياضه، ما بتحب ما بتعرفش جا الاهلي. الاهلي قوة اعلامية كبيرة جدا، قوة جماهيرية كبيرة جدا، رغم ان في زملكاويه كتيرة جدا على الساحة، بس قوة نادي الزمالك اعلاميا صفر مع احترامي. الناس كلها بقت عارفة اخبار الفريق، الناس كلها بتتكلم على تفاصيل بتحصل جوه غرف ملابس اللعيبة، الناس كلها بتتكلم على تجديد بن شرقي وتجديد اوباما وتجديد فرجاني وكلام كتير قوي متاح، في حين ان مفيش اي حد بيتكلم خالص ناحية النادي الاهلي ولا حد بيتكلم في مشاكل او اي حاجة. انا مش بقول ان في كفه بتاع اللي هنكفى، لان ابسولوتلي الكلام ده حقيقي، في كفه بتاع اللي هنكفى، بس المشكله عندنا في مصر كده ان انت في ناس عندهم احساس بالظلم. انت عمال كل شويه بتكرس الاحساس ده، كل شويه بتقول للناس دي انتوا فعلا مظلومين، كل شويه بتقول للناس دي فعلا يا جماعه الاهلي بيتعاملوا معامله نادي دوله. والمشكله كلها ان الناس دي بداوا يقنوا بالكلام ده وبداوا يصدقوا الكلام ده، والمشكله كلها ان كل القرارات اللي بتاخدها ناحيه نادي الزمالك بتيجي في توقيتات غريبه جدا وفي توقيتات عليها مليون علامه استفهام. فبصراحه من حق جمهور نادي الزمالك ان هو يتكلم عن الدوله بتحارب النادي، حتى لو وزير الشباب والرياضه حب يظبط الموضوع ويجدد لفرجاني الراجل ما عرفش، وبعد كده طلعت الاخبار وبعد كده الوزير طلع يقول لك احنا كنا بنطمنه بس ان انت لو ليك فلوس هتاخدها. طب بالنسبه اللي فيفا، طب لو ما خدش فلوسه مش هيروح يشتكي النادي والنادي هيدفع مستحقات زي اللعيبه كلها اللي كانوا بيمشوا بيروحوا يرفعوا قضيه او قضيه على النادي. بصراحه يا جماعه المشكله كلها بالنسبه لنادي الزمالك ان حته مشوار مرتضى كان سادد كتير. انا كان عندي مشكله مع مرتضى منصور، بس قلت الزمالك هيعاني سنه او اتنين بعد رحيل مرتضى، لان مفيش حد يقدر يلم بالموضوع كله شهرين ثلاثه في النادي، لان مفيش حد بالقوه دي كلها كان عنده علم بكل اللي بيحصل بالنادي. ما للاسف مرتضى وامير واحمد كانوا قافلين الدايره كلها حوالين الفرقه وحوالين العقود وحوالين الفلوس، فلما يمشوا طبيعي انك هتلاقي في فجوه. المشكله كلها هي اختيار الزمن واختيار التوقيت اللي مرتضى بيرحل فيه.
كلام كابتن احمد شوبير والكلام بتاع المسح والكلام ده. كابتن احمد شوبير معروف دلوقتي ان هو بيقف مع نادي الزمالك الاهلي عشان خاطر يدعموه في الانتخابات اللي جايه. مش هنشتغل بعض، احنا عارفين الموضوع ده من اول. نادي الزمالك كان هيدعم معانا بريده، والنادي الاهلي هيدعم احمد شوبير. احمد شوبير ما بيكلمش الاهلي حب في النادي ولا ابن الكيان ولا الكلام ده، كلهم يبقوا بيضحكوا علينا وبيضحكوا على الجمهور، واحنا في الاخر اللي بننفذ الخوابير. ورزمه الخوابير بقى مش تخسر حاجه يعني لو نزلت في الخابور الاحمر اللي تحت ده ودوست عليه. الرياضه المصريه صديق عمرها ما هتنضف، عارف ليه؟ عشان المسؤولين عمرهم ما هيتغيروا. طول ما احنا بنلف في نفس الدائره بنت الجزمه دي، وده بيمشي ده بيجي، احمد مجاهد بيمشي نرجع مجدي عبد الغني، مجدي عبد الغني يمشي نرجع شوبير، وهنا بريده، عمرها ما هتنضف.